هبعت لك واحد من عندي بعربيتك عشان لو عايز تعمل مشوار كده ولا كده. يحيى الفلوس اللي انا خدتها منك هي ثمن العربيه، مش عايز اتكلم في الموضوع ده تاني لو سمحت. يا ابني اهدى بقى وبطل زهق بقى، بكره ربنا يفرجها، ما تبقاش كده. الله يا ابني والله من عمود لعمود يقتل الله بالفرج، صدقني. هي سنه تفاح ان شاء الله، خلي بالك من نفسك. يلا سلام. سلام يا حبيب. ايه ده؟ الموبايل كمان نسيته في المكتب عند خالي، هروح له بقى. خلود ظلمت الدنيا ليه كده يا ابني؟ خلود خلود، طب طالما ظلمت كنت قفلت الباب. يا خلود يا خالد، يا نهار اسود يا نهار اسود، الموبايل 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 الموبايل. شفتوا ده؟ ايه ده؟ ده قتل قتل يا نهار اسود. أنا كنت عايز أبلغ على جريمة قتل.